تأمل بعنوان حياة الرجاء. الرجاء هو إحدى الفضائل الثلاث الكبرى التي ذكرها معلمنا بولس الرسول في رسالته الأولى إلى كورنثوس، حيث قال: الإيمان والرجاء والمحبة، وهذه الثلاثة ترتبط ببعضها البعض. فالإيمان يليه الرجاء، لأن الذي يؤمن بالله إنما يكون له رجاء فيه، والذي يكون له رجاء في الله يحبه، وهكذا يصل إلى قمة العلاقة بالله في المحبة. الرجاء قديم قدم البشرية، بل أقدم منها، فأول رجاء عرفه البشر هو رجاء في الخلاص، حينما وعد الرب قائلا لآدم وحواء: إن نسل المرأة سوف يسحق رأس الحية، كما جاء في سفر التكوين الإصحاح الثالث والآية 15. وظل هذا الرجاء في قلوبهم آلاف السنين، حتى تحقق أخيرا في تجسد الرب وفي صلبه عن البشرية. على أن الرجاء كان موجودا قبل آدم وحواء في قصة الخليقة الأولى، كان هناك رجاء لتلك الأرض الخربة الخاوية المغمورة بالمياه، وعلى وجه الغمر ظلمة، كما جاء في سفر التكوين الإصحاح الأول والآية الثانية. وحقق الله هذا الرجاء حينما قال: ليكن نور فكان نور. ورتب الله هذه الأرض الخربة فإذا بها في أجمل صورة ممكنة. الرجاء إذن هو شيء هام في الحياة، ولو فقد الإنسان الرجاء فقد كل شيء، لأن الإنسان الذي يفقد الرجاء يقع في اليأس ويقع في الكآبة وتنهار معنوياته، ويقع في القلق والاضطراب ومرارة الانتظار بلا هدف، وقد يقع بذلك ألعوبة في يد الشيطان. لذلك نقول أن الشيطان هو الذي يقطع الرجاء. وأولاد الله عندهم رجاء في الحياة الأخرى، في العالم الآخر، في تحقق وعد الرب من حيث ما لم تره عين وما لم تسمع به أذن ولم يخطر على بال إنسان. هذه هي الحياة الأخرى التي نجاهد على الأرض لكي ننالها. وهناك رجاء أيضا حتى للخطاة في التوبة، وهناك رجاء للص وهو على الصليب في أخطر ساعات حياته، وهناك رجاء لزكا رئيس العشارين الذي كان يمثل قمة الظلم في عهده، وهناك رجاء للمجدلية التي كان فيها سبعة شياطين فإذا بها أحد المريمات القديسات، وهناك رجاء حتى للشجرة التي لم تثمر ثلاث سنوات، فقال الرب: أنقب حولها وأضع زبلا لعلها تثمر فيما بعد، كما جاء في إنجيل لوقا الإصحاح الثالث عشر والآية الثامنة. لقد كان هناك رجاء ليونان النبي وهو في بطن الحوت، وكان هناك رجاء حتى للعاقر التي لم تلد، التي قال لها الرب في سفر إشعياء الإصحاح الرابع والخمسون: ترنمي أيتها العاقر ووسعي خيامك، لأن نسلك سيرثون أمما ويعمرون مدنا خربة. كان هناك رجاء أعطاه الله لنا في رمز الذين قاموا من بين الأموات، حتى لعازر الذي قالت عنه أخته مرثا أنه قد أنتنا، قدم لنا الرب رجاء في أنه يقوم من الأموات. وهناك رجاء قدمه الرب في شفاء الأمراض المستعصية، في إعطاء البصر للعميان والصحة للعرج والمشلولين وكل ذي عاهة وصاحب اليد اليابسة، حتى الإنسان الذي قضى 38 سنة إلى جوار البركة لا يجد من يلقيه فيها. كان له رجاء
أن يأتي له المسيح ويقول له: قم احمل سريرك وامشي. عبارة كل شيء مستطاع للمؤمن تعطينا رجاء لا حدود له. وهكذا يقول بولس الرسول في الرجاء: أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. عبارة كل شيء هي مدى أوسع جدا، يعطينا فكرة أنه لا حدود للرجاء. ما دام لا حدود لقدرة الله ومحبته، إذن لا حدود للرجاء في المسيحية. حياة الرجاء يلزمها الثقة في الله والثقة في مواعيده وفي عمله وفي محبته لك وللكل وفي حكمة تدبيره. ولا بد أن تعلم أنك في يد الله وحده، ولست في أيدي الناس ولا في أيدي التجارب والأحداث ولا في أيدي الشياطين. انتظر الرب، تقوى وليتشدد قلبك وانتظر الرب. وأما منتظروا الرب فيجددون قوة، يرفعون أجنحة كالنسور، يركضون ولا يتعبون، يمشون ولا يعيون. لذلك في حياة الرجاء لا بد أن تثق بحكمة الله في تدبيره لحياتك. لا تطلب وتصر، إنما أطلب وقل: لتكن مشيئتك. وحينما تقول لتكن مشيئتك، ليكن ذلك بفرح بغير ألم وحزن. آمين.